تعالوا بقى نروح لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب، تخليد ذكرى المرحوم الودير العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بإقامة تمثال له بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والنادي الصحي والجيم. يمكن أنا عاوز أعلق على الخبر ده، هو ده النادي الأهلي، هو ده الوفاء الحقيقي اللي بيميز النادي الأهلي تجاه كل من بذلوا مجهود علشان النادي الأهلي على مر التاريخ. وكمان بيأكد أن مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة الأسطورة كابتن محمود الخطيب ماشيين على خطى الكبار، ماشيين على مبادئ النادي الأهلي وبيرسخوها بالفعل مش بالكلام. الجيل اللي طالع داخل النادي الأهلي واللي أنا واحد منهم بيشوف المواقف دي وبيتعلم، تعلم الانتماء والوفاء والإخلاص، وإن اللي بيتعب علشان النادي الأهلي حتى لو مش موجود هينال تكريم، هينال التكريم اللي بيستحقه أكتر كمان. الحقيقة إن الواحد مهما اتكلم كويس في حق الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته مش هيوفيهم حقهم، وكمان أي تكريم لاسم وسيرة الراحل المحترم الوزير العامري فاروق هو طبيعي لمسيرة عظيمة جدا في حب النادي الأهلي. الراجل ده يستحق فعلا، يعني للي عاش جوه النادي الأهلي في فترة وجوده من هو في مجلس الإدارة تحت السن لحد منصب نائب رئيس النادي الأهلي، اللي عاش مع الراجل ده في الفترة دي عارف ان هو كان عايش للنادي الأهلي بس، سواء بالخدمات اللي بيقدمها او المجهود المبذول داخل النادي الأهلي او الـ 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 الوقت اللي قضاه داخل النادي. انا كان ناقص اشوف معالي الوزير العامري فاروق بيبات جوه النادي الأهلي، وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا، لكن هو ينال التكريم المستحق من النادي الأهلي. هنشوف تقرير التقرير ده ونشوف التفاصيل ونرجع تاني نكمل كلامنا مع حضراتكم. ما نشهده بين فترة وأخرى في القلعة الحمراء غير مستغرب، نستلهم منه معاني الوفاء والانتماء والإخلاص. في لمسة وفاء لأهل العطاء ثمن أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي العريق برئاسة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب دور الراحل الوزير العمري فاروق رحمه الله نائب رئيس النادي الذي قدم عطاءه الكبير وإخلاصه اللامحدود على مدار سنوات طويلة كان خلالها نموذجاً للمسؤول العاشق لوطنه وناديه. قرر مجلس إدارة النادي تخليد ذكرى المرحوم الوزير العمري فاروق بإقامة تمثال له بمقر النادي الأهلي في الجزيرة وإطلاق اسمه على المبنى الإداري الرئيسي للنادي الذي يضم كافة الإدارات وملاعب الإسكواش والنادي الصحي والجيم. وتم الاتفاق على إقامة حفل التأبين والتكريم يوم 30 من شهر مارس المقبل. غير مستغربة على هذا النادي العريق الذي عرف عنه وعن رجالاته مثل هذه المبادرات التي تجسد الوفاء والتكريم في أبهى الصور لأحد رموز الوفاء والتكريم، ولعل هذه الصورة تؤكد أن رجالات الأهلي ومحبيه يحرصون على تكريم من خدم الرياضة المصرية وسخر مجهوداته من أجل الرقي بها الذي قدم الكثير من الجهد والعطاء والذي سيظل محل اعتزاز شباب ورياضي النادي الأهلي وهذا الوطن الغالي. زي ما حضراتكم شفتوا التكريم لاسم العمري فاروق شيء مهم جدا، لان الراجل ده جزء من تاريخ كبير جوه النادي الاهلي، اعطى للنادي الاهلي الكثير واعطى لمصر كوزيرة للرياضه الكثير، وعلى المستوى الانساني انا ما شفتش حد مختلف عليه، حتى الناس اللي مختلفه معاه كانوا بيحترموه برضو لانه هو شخص جدير بالاحترام الحقيقه على كل المستويات المهني والانساني وحتى المستوى الاداري في النادي الاهلي. هو كان من اشطر الناس اللي ادارت المكتب التنفيذي للنادي الاهلي، والمكتب التنفيذي ده هو مطبخ النادي الاهلي، اللي بيدير المكتب التنفيذي او رئيس المكتب التنفيذي النادي الاهلي ده الشخص اللي معاه خبايا النادي الاهلي كلها، فالراجل ده سايب حمل كبير جدا لباقي زملائه في مجلس اداره النادي الاهلي.